شابتر اللي هنبداه حالا يا جماعه هو شابتر الايميونايزيشن، ومعنى كلمه ايميونايزيشن ده التحصين، اللقاح، اللقاحات، التلقيح، ده معنى كلمه ايميونايزيشن، معناها انك تاخد فاكسين، تاخد لقاح. ده اللي هنتكلم عنه في الشابتر ده اللي هو اسمه ايميونايزيشن. بيبدا اول حاجه خالص ويقول برنسبل اوف بكتيريال فاكسين، ايه هي مبادئ اي لقاح بكتيري. يقول لحضراتكم البكتيريال ديزيز، اي بكتيريال، اي مرض بتعمله البكتيريا كان بي بريفنتد، نقدر، خد بالك هنا بيقول لك بريفنتد مش تريتد. يعني احنا بنعمل ايه هنا؟ بنمنع، يعني الموضوع وقايه. كان بي بريفنتد باي يوزنج ايميونايزيشن، عن طريق نستخدم اللقاحات ذات انديوس يا اكتف يا باسيف اميونيتي. يعني انت دلوقتي احنا بالشطر ده بنتكلم عن تريتمنت ولا بنتكلم عن بروفلاكسس؟ بروفلاكس هو وقايه. احنا حالا بنعمل وقايه في الشطر ده، احنا ما بنتكلمش عن تريتمنت، بنتكلم عن ازاي بنعمل وقايه. الوقايه لاي بكتيريا اللي بتفشل هناخد النهارده ان شاء الله ازاي الوقايه ضد البكتيريا وازاي الوقايه ضد الفيروسات. هنبدا الاول من ضد البكتيريا. بقول لي الوقايه ضد البكتيريا بتكون عن طريق ايميونايزيشن، بتعمل يا اكتف اميونيتي يا باسيف اميونيتي. اكيد عاوزين نعرف يعني ايه اكتيف اميونيتي ويعني ايه باسيف اميونيتي. تلاقيه بيتكلم الاول ويقول ايه هي الاكتيف اميونيتي. بص معايا كده بقى عشان افهمك حاجه. الفرق بين اكتيف اميونيتي وباسيف اميونيتي، الاكتيف اميونيتي انك تحقن حاجه من ضمن مكونات البكتيريا نفسها جوه الجسم، فتخلي الجسم هو اللي يصنع اجسام مضاده بنفسه. لما الجسم يصنع اجسام مضاده بنفسه ده اكتيف اميونيتي. امال لما تحقن له انت الاجسام المضاده مصنعه جاهز بره ده اسمه باسيف اميونيتي. فانت لما تحقن للجسم حاجه من مكونات البكتيريا وبناء عليه الجسم يكون ضد يكون ضدها انتي بودي، ده بنسميه اكتيف اميونيتي. امال لو دلوقتي لقينا ان احنا عندنا انت حقنت الانتي بودي اصلا مباشر في الجسم، يعني الجسم ما تعبش في حاجه، دي اسمها الباسيف اميونيتي. مكتوب عند حضراتكم الاكتيف از انديوسد باي فاكسينز، بيكون من خلال او بيحصل بواسطه تطعيمات بريبيرد فروم بكتيريا، جايه من البكتيريا اور ذير برودكت او المنتجات بتاعتها. يعني هجيب جزء الانتيجين بتاع البكتيريا واحوله لتوكسويد. اظن فاهمين من مايكرو يعني ايه كلمه توكسويد، ماده مش سامه بس تعمل اميون ريسبونس. انا عايزك تكتب لي كده جنبها ان الجسم بيصنع الانتي بودي بنفسه. الجسم بيصنع الانتي بودي بنفسه. الجسم يصنع الانتي بودي بنفسه. تاني حاجه الباسيف، بقول الباسيف بيكون بروفايدد باي، بنعملها عن طريق نعمل ادمنستريشن، ندي بري فورمد انتي بودي. اهم كلمه في الموضوع هي الكلمه دي، بري فورمد، يعني مصنعه اصلا، متكونه اصلا، احنا بنحقن له اجسام مضاده اصلا متكونه. بيقول لي ان بريباريشن كولد اميون جلوبلين، في خليط كده، الخليط ده اسمه اميون جلوبلين. لما تسمع كلمه اميون جلوبلين ده عباره عن اجسام مضاده جاهزه بنحقنها في الشخص. لما تسمع كلمه اميون جلوبلين ده اجسام مضاده جاهزه بنحقنها في الشخص. يبقى انت عندك دلوقتي لو اديته حاجه حفز لي الجهاز المناعي بتاعه انه يكون اجسام مضاده، دي اسمها اكتيف اميونيتي. امال لو انت اديته الاجسام المضاده اصلا مباشر ده بنسميها باسيف اميونيتي، او الاسم الثاني اسمها اميون جلوبلين. ثالث حاجه بيقول لي باسيف اكتيف. باسيف اكتيف يعني ايه باسيف اكتيف بقى؟ الاثنين، هنشغل الاثنين مع بعض ازاي؟ بيقول لي انفولف جيفنج بوث اميون جلوبلين، بندي اميون جلوبلين اللي هو الباسيف عشان بروفايد اميديت بروتكشن، عشان يعمل حمايه فوريه، وبندي الفاكسين، الفاكسين ده اللي هو الاكتيف عشان يعمل لونج تيرم بروتكشن، يفضل فتره طويله. وخليك معايا كده فاهم الحته دي يعني ايه. اول حاجه بنديها بندي الاميون جلوبلين. ليه بندي الاميون جلوبلين؟ ده اجسام مضاده جاهزه، وجسمك عشان يصنع اجسام مضاده محتاج وقت. تخيل ان في عدوى هتجيلك اهي، اقوم جاي مديك اللي يخلي الجسم يصنع اجسام مضاده، ده لسه هياخد وقت. لا، انا اديك اجسام مضاده جاهزه على طول عشان تحميك فورا، بس مشكلتها انها مده قصيره بتخلص بسرعه. فانا اقوم جاي مديك الاجسام المضاده المصنعه الجاهزه اصلا عشان تحميك فورا، بس انا عارف انها هتخلص بعد شويه، واقوم جاي مديك بعدها الفاكسين اللي يخلي جسمك يصنع اجسام مضاده، واللي جسمك يصنعه يقعد معاك فتره طويله. انا بدي الاثنين مع بعض.
واحد يحمي فورا والتاني يشتغل لما الاولاني يخلص، فيفضل مشتغل ومكمل معاك فتره طويله. ده اسمه باسيف اكتف، يعني بشغل مين الاول ثم مين الباسيف عشان عاوز منها الاميديت بروتكشن، والباسيف عشان عاوز منها اللونج تيرم بروتكشن. عايزين نتكلم بقى عن الاكتف اميونيتي الاول. اللي هنتكلم عنه الاول هو الاكتف اميونيتي. الشطر مش هتبقى فاهم، هنتكلم عن الاكتف اميونيتي ثم هنتكلم بعد كده عن الباسيف اميونيتي. هناخد الاكتف والباسيف في بكتيريا ثم ناخد الاكتف والباسيف في فيروس. يعني احنا النهارده شغلنا كفاكسينيشن احنا بنطعم ضد حاجتين، بنطعم ضد بكتيريا او بنطعم ضد فيروس. اللي ضد البكتيريا هيبقى منها نوع اكتف ومنها نوع باسيف، اللي ضد الفيروس هيبقى منها نوع اكتف وهيبقى منها نوع باسيف. فاحنا حالا بنتكلم عن البكتيريا، هناخد الاكتف اميونايزيشن اجينست البكتيريا انفكشن اللي هو الاكتف بتاع البكتيريا. مكتوب عند حضراتكم البكتيريا الباكسين، باكسين معناها التطعيم، اللقاح. اللقاح ضد البكتيريا ار كومبوزد اوف، وعلم على كلمه كلمه واعمل لي ارقام. رقم واحد كابسولار بوليساكرايد. واحنا بنعمل اكتف ولا بس؟ يعني بندي حاجه من البكتيريا او منتجات البكتيريا عشان الجسم يصنع انتي بودي. اول حاجه الكابسولار بوليساكرايد. ايه الكابسولار بوليساكرايد ده؟ اللي هي اصلا كانت الحاجه اللي على الجدار بتاع البكتيريا، الكبسوله بتاع البكتيريا كان عليها ماده اسمها بوليساكرايد، دي كانت انتيجينيك، بناخدها نحقنها، ادي جزء من البكتيريا. تاني حاجه بيقول inactivated بروتين اكزوتوكسين، نجيب السم بتاع البكتيريا نشيل منه الجزء السمي، يعني نحوله الى توكسايد. رقم ثلاثة كيلد بكتيريا، بكتيريا ميتة. رقم أربعة ليفد بكتيريا، بكتيريا حية بس بشرط انها تبقى اتينيويتد. ليف واتينيويتد، اتينيويتد معناها ضعفناها خليناها ضعيفة ما تعملش اعراض شديدة في الجسم. يبقى انت عندك الاربع حاجات تشتغل عليهم، حد خد باله منهم؟ اثنين منتجات، او خلينا نقولهم كده الاول، كبسولار بوليساكرايد ده رقم واحد، رقم اثنين التوكسويد، رقم ثلاثة ليفنج بكتيريا بس شرط تكون اتينيويتد، رقم اربعة كيل. احنا في الاكتف هنتكلم عن الكبسولار بوليساكرايد رقم واحد، التوكسويد رقم اثنين، ثم بعد كده الكيلد بكتيريا، ثم بعد كده الليف بكتيريا بس شرط انها تكون اتينيويتد. ناخدهم واحده واحده بقى. نبدا اول حاجه خالص بالكابسولار بوليساكرايد فاكسين، التطعيمات اللي فيها كابسولار بوليساكرايد. انا تبقى فاهم حاجه، انا بجيب الماده دي احطها في التطعيم، يعني انا بطعم بالماده دي، بحقن الماده دي. مكتوب عند حضراتكم هنبدا الاول بالكابسولار بوليساكرايد فاكسين، الفاكسين اللي بيحتوي على كابسولار بوليساكرايد. كابسولار بوليساكرايد الون، مكتوب عند حضراتكم اهو الكابسولار بوليساكرايد لوحده از ابور اميونوجين. يعني ايه بور اميونوجين؟ محفز ضعيف للمناعه، محفز ضعيف للمناعه في اليونج تشيلدرن، في الاطفال الصغيرين. طب لغايه دلوقتي امال ايه لازمته بقى؟ يقول لك بط كابلنج اتو اكاريير بروتين، لو مسكناه مع كارير بروتين بيزود الاميونوجينيست بتاعته، يعني بيزود قدرته على تنشيط المناعه، قدرته على تنشيط المناعه. يعني الكبسولار بوليساكرايد لوحده يا جماعه قادر ان هو يعمل اميون ريسبونس كافيه للفاكسين؟ لا، امال لازم امسكه مع بروتين. حد فاكر الكلمه هابتن؟ هابتن ده عامل زي الهابتن كده اللي هو كان لوحده، بس الهابتن فيه حاجه بقى لوحده نون اميونولوجيكال، ولو مسكته مع بروتين يبقى اميونولوجيكال. هنا بقى ده بيقول ان هو اميونولوجيكال من الاول بس ضعيف، ولو مسكته مع بروتين يبقى اقوى. اذا شرط الكبسولار بوليساكرايد فاكسين انها تبقى ماسكه مع بروتين. تعالوا نشوف انواعهم بقى. اول نوع هو اللقاح اللي ضد الستريبتوكوكس نيموني، بكتيريا اسمها ستريبتوكوكس نيموني دي بتجيب التهاب رئوي، بكتيريا بتجيب التهاب رئوي، ده التلقيح ضد البكتيريا اللي بتجيب التهاب رئوي. يعني احنا عارفين الستريبتوكوكس نيموني، هندي الفاكسين بقى اللي يحمينا منها اصلا، ولازم نعرف تفاصيل. بقول لحضراتكم كونتين الكبسولار بوليساكرايد،
واحنا قلنا اصلا ده الفاكسين تبع الكبسولار بوليساكرايد. هو في الكبسولار بوليساكرايد بتاع 23 نوع من الستريبتوكوكس نيمونين. يعني الفاكسين ده افكتيف اجينست 23 فصيله من فصائل الستريبتوكوكس نيمونين اللي هم اصلا بيجوا الانسان. يعني ده بيغطي كل الفصائل بتاع الستريبتوكوكس نيمونين اللي هي الستريبت نيمونين لها اصلا فصائل كتير. اشهر حاجه بيكونوا 23 نوع بيصيبوا الانسان، الفاكسين ده بيغطيهم كلهم. بعد كده بيقول لحضرتك it is recommended for، ودي لازم تعرفها في كل فاكسين. في كل فاكسين لازم تعرف الفاكسين بيقيك من مرض اسمه ايه وضد مين وشغله ازاي ونديه لمين. عرفنا الفاكسين ده نوعه ايه؟ بوليساكرايد، كبسولار بوليساكرايد ضد بكتيريا اسمها ستريبت نيمونيا اللي بيحمينا من مرض اسمه لوبر نيمونيا اللي هو الالتهاب الرئوي، بيحميك من اللوبر نيمونيا وبيغطي 23 نوع. ريكومندد لمين بقى؟ بنديه لمين؟ واللي بيرسون اولدر ذان 60 ييرز، شخص سنه اكتر من 60 سنه اند ليس ذان 2 ييرز واقل من سنتين. يعني الاطفال اقل من سنتين والناس اللي سنهم اكتر من 60 سنه دول المعرضين للستريبت نيموني، دول المعرضين هم يجي لهم اصلا. اند بيشنت اوف اني ايج، ومريض في اي عمر بس بشرط يبقى معاه كرونيك ديزيز. حد خد باله كم احتمال دول؟ ثلاثة، يا اما بيشنت عمره اكبر من 60، يا اما طفل عمره اقل من سنه، او في اي عمر بس يكون عنده كرونيك ديزيز. يعني لو واحد عنده كرونيك ديزيز في سن 40 اديله ده عادي خالص. يقول لك بس يكون عنده كرونيك ديزيز، يعني ايه كرونيك ديزيز؟ دايابيتس ماشي، يعني دايابيتس سكر، سيروزس لا تشمع الكبد، يعني الكبد في مراحله الاخيره، اور ويز كومبرمايز ديسبلين فانكشن. يعني ايه كومبرمايز ديسبلين فانكشن؟ ضعف وظيفه السبلين، الطحال مش شغال كويس، اور سبلينكتومي او السبلين متشال خالص. ده يديك مؤشر ان السبلين ليه دور في مكافحه الستريبت نيمونين. فلما يضعف او يتشال لازم نحقن الفاكسين بتاعه. اي فاكسين هقوله لازم اقول لك تفاصيل فيه اعيدها مره والتانيه. احنا الفاكسين ده اسمه ستريبت نيموني فاكسين، طعيم ده ستريبت نيموني بيحمينا من مرض اسمه لوبر نيمونيا، ما يخليكش يجي لك لوبر نيمونيا. كم فصيله بيغطيها؟ 23. نوعه تبع الكبسولار بوليساكرايد، نديه لشخص سنه اكتر من 60 او تحت 2 او في اي سن بس عنده كرونيك ديزيز. تعالوا نبص على الفاكسين اللي بعده، اسمه نياسيريا مننجايتس فاكسين. اي كلمه قبل الفاكسين اعرف دي اسم البكتيريا. نياسيريا مننجايتس ده اسم البكتيريا، ده التطعيم اللي هو نياسيريا مننجايتس. البكتيريا دي تجيب مرض اسمه ايه؟ هي اسمها نياسيريا مننجايتس. مننجايتس يبقى بتجيب مرض اسمه مننجايتس اللي هي الالتهاب السحائي. الثانيه كانت اسمها نياسيريا جونوريا اللي بتجيب مرض السهاله اللي بتجيب الجونوريا، دي اسمها نياسيريا مننجايتس، دي اللي بتجيب التهاب السحائي. ويعني ايه التهاب السحائي؟ اللي هو التهاب اغشيه المخ. تمام، بيقول ده كونتين كبسولار بوليساكرايد لاهم اربع فصائل من النياسيريا مننجايتس اللي هم A و C و W 135 و Y. فاكرين اللي قبله كان كام فصيله؟ 23. لان اللي جه 26 ده ضد اربعه، ده مش معناه ان هو وحش. هو الفكره ان النياسيريا مننجايتس منها اربعه مهمين بيه للانسان، فالفاكسين ضد الاربعه يعني مغطي كل حاجه. ده بناخده امتى بقى او بنديه امتى؟ بيقول لي اتس جيفن وين ذير از ا هاي ريسك اوف مننجايتس، لما يكون في الشخص عرضه ان يجيله مننجايتس. يعني ده اصلا بيحمي الانسان من مرض المننجايتس. ايه الحالات بقى اللي بيكون فيها عرضه للمننجايتس؟ اول حاجه مكتوب ديورنج ان اوت بريك. ما تخش على جوجل تقوم جاي مترجم كلمه ديورنج ان ديت، ده ليها ديورنج ان بس هم بس نزل التكسر يتكس بيس تقريبا. ديورنج ان اوت بريك، كلمه اوت بريك معناها تفشي مرض. في حاله يا جماعه لما بتيجي في المستشفى وبنعرف انها مننجايتس احنا بنبقى في كارثه، لان المننجايتس لما بيجي المستشفى كل اللي معرضين كل اللي اتعاملوا معاه جالهم مكان مننجايتس، لان مريض المننجايتس ده لازم بيخش في عنبر لوحده يتقفل عليه ومحدش بيخش عليه، واللي بيخش له متعقم ويطلع يتعقم. المننجايتس ده اسوء من الكورونا بمراحل، ده بيموت، ما فيهوش هزار بيموت. عشان كده لو واحد جاي بيشتكي من المننجايتس
وقعد فتره في المصيبه واحنا مشخصينه غلط. العنبر اللي هو فيه كله بقى عنده مننجايتس، لازم متفشي مرض بقى. ده كده حصل اوت بريك، يبقى لازم ندي الكل. بس ندي الكل مين؟ المصابين ولا اللي خايفين عليهم يجي لهم؟ اللي خايفين عليهم ده وقايه مش علاج. نبنقي الناس التانيه. تاني حاجه بيقول هو ان ستودنت انتر الكوليدج، لما الناس يخشوا الكليه، لما الطلبه تخش الكليه، اند ليفنج ان ا دورمرتي، ديت معناها ساكنين في مسكن، يعني مقدرين شقه مع بعض. اللي هو بندي الفاكسين ده عشان خاطر ما يعدوش بعض لو حد عنده مننجايتس ولا حاجه، ما بيحصلش طبعا. ده يديك مؤشر ان معظم كلام الشطر ده ايه؟ بعدها بيقول وين ميلتري ريكروتس، اللي هم المجندين اللي رايحين الجيش. انتر البوت كامب. بوت كامب اللي هو المعسكر بتاع التدريب. لما يكون المجندين رايحين معسكر تدريب، اللي هو الناس اللي راح تستلم جيش. اور فور ترافلرز، للناس اللي مسافرين لاريا اللي المننجايتس فيها هايبر انديميك. هايبر انديميك معناها متأصل، وباء اصلا هناك. يعني عارفين مثلا البلد الفلانيه متأصل فيها المننجايتس، واحد مسافر لها ياخد الفاكسين بتاع المننجايتس قبل ما يسافر. ده اللي هو عاوز يقوله. يبقى ده يا جماعه بنديلي الناس المعرضين للمننجايتس. تعالوا نبص على اللي بعده. اللي بعده اسمه هيموفلس انفلونزا فاكسين. الفاكسين ضد الهيموفلس انفلونزا. ده نديه عشان الوقايه، نديه عشان الوقايه من مرض اسمه ايه؟ انفلونزا. امال البكتيريا اسمها ايه؟ هيموفلس انفلونزا اللي هي الاتش انفلونزا. بيقول لي كونتين ذا تايب بي بوليساكرايد. النوع اللي هو اسمه بي ده الانفلونزا، البكتيريا فيها انفلونزا. البوليساكرايد بتاعها انواع. النوع الانتيجينيك اسمه بي، فاحنا بنجيب النوع الانتيجينيك اللي هو اسمه البي بوليساكرايد نمسكه مع الديفسيريال توكسويد. واحنا قلنا شرط بتاع الكبسولار بوليساكرايد ان هو لازم يكون كبسولار بوليساكرايد معاه بروتين. اول اثنين ما جابش سيره من البروتين ده، ما قالكش من البروتين. انما في الاتش انفلونزا قال لك ان البي بوليساكرايد ماسك مع البروتين، وهنا حدد نوع البروتين بقى ان هو ديفسيريال توكسويد. بنجيب سم بتاع الدفسيريا ونحوله لماده غير سامه ونمسك معاه البي بوليساكرايد ونحن الاثنين مع بعض. اور اذر كارير بروتين او بروتين تاني. بيقول اتس جيفن تو تشيلدرن بتوين الايدج اوف من 2 ل 15 شهر. شهر شهر مش سنه، عشان بتيجي في الامتحان كده. بتديها للطفل من سن شهرين ل 15 شهر عشان نحميه من المننجايتس. يا دكتور هو مش اسمه اتش انفلونزا اللي بيجيب انفلونزا والنيسيريا مننجايتس بتاع المننجايتس؟ الاتش انفلونزا يا جماعه ده اشهر سبب للمننجايتس في السن الصغير. اشهر سبب للمننجايتس في السن الصغير هي الاتش انفلونزا. عشان كده بيقول بنديه للاطفال من سن شهرين لحد 15 شهر عشان نحمهم من المننجايتس. ايه اللي جاب مننجايتس للموضوع؟ ما انا فهمتك بقى، مننجايتس ده في السن الصغير اشهر سبب ليه هو الهيموفيلس انفلونزا. وده كده بالنسبه للنوع بتاع البوليساكرايد. يبقى البوليساكرايد يا جماعه كان بيشمل ثلاث حاجات، حد فاكر هما ايه؟ الفاكسين اللي ضد الستريبتنيمونين، والفاكسين اللي كان ضد نيسيريا مننجايتس، والفاكسين اللي كان ضد اتش انفلونزا. عشان بيجي سؤال في الامتحان يقول لك كل مما يلي هي فاكسين كابسولار بوليساكرايد اكسبت، او يقول لك كل مما يلي توكسويد ما عدا. يعني لازم كل واحد تعرف تحته مين. تعالوا نبص على تاني نوع اللي اسمه التوكسويد بقى. التوكسويد تحت ثلاثه. التوكسويد في ثلاث انواع فاكسين. ويعني ايه كلمه توكسويد؟ يعني خدنا الجزء السمي وشلنا السميه بتاعته، بس ما زال قادر انه يعمل اميون ريسبونس، بس ما يأذيش الجسم، ده اللي اسمه التوكسويد. ده اللي اسمه التوكسويد فاكسين. أول حاجة بيقول إحنا عندنا ثلاث أمثلة، المثال الأول مكتوب عند حضراتكم كروني بكتيريام ديفسيريا فاكسين. كروني بكتيريام ديفسيريا فاكسين. وده ضد إيه يا جماعة؟ بيقول كروني بكتيريام ديفسيريا ضد الديفسيريا، هي إيه الديفسيريا دي؟ فاكرين لما كنت بقول لكم اسمها الخناق اللي هي بتيجي في الجهاز التنفس تقفله؟ مكتوب عند حضراتكم فيها التوكسويد. ايه التوكسويد ده؟ ده بيقول لي فورمالدهايد تريتد اكزوتوكسين. ما انتش فاهم حاجه صح؟ الدفسيريا بتطلع سم اسمه اكزوتوكسين.
بنجيب المادة اللي اسمها الفورمالدهايد نحطها على الاكزوتوكسين يحول الى توكسويد. يبقى التوكسويد ده عبارة عن جزء متشال منه السم بتاعه بمادة اسمها فورمالدهايد. عشان يقول فورمالدهايد تريتد اكزوتوكسين، سم معالج بالفورمالدهايد فبقى توكسويد. بقول ده بيبقى immunization against diphtheria، علم على المرض ضد diphtheria. indicated for every child، لازم كل طفل ياخده. ده يعني التطعيمات اللي لازم كل الاطفال ياخدوها، ده بياخده كل الاطفال. and is given in 3 doses، بيتاخد في 3 جرعات، على 3 جرعات. الجرعه الاولى عند سن شهرين، الجرعه الثانيه عند سن 4 شهور، الجرعه الثالثه عند سن 6 شهور. وبعد كده بقول لحضراتكم with booster given every 1 year، كلمه بوستر معناها جرعه منشطه، جرعه منشطه بتتاخد كل سنه. and at interval thereafter، وعلى هيئه تقطعات بعد كده. جدول التطعيمات بتاع العيال الصغار، لو حد عارف جدول التطعيمات، العيال الصغار بيطعم اول ما يتولد، وبيطعم عند سن شهرين واربع شهور وست شهور وسنه. وبعد كده بقول لحضرتك على هيئه بقى حسب حسب كان في الجدول كل قد ايه بعد كده. بس لازم الاساس 2 و4 و6 دول بتوع تطعيم ايه بقى؟ الدفسين. الطفل لما يكون رايح عند شهر 2 وشهر 4 وشهر 6 من ولادته، ده رايح يطعم ضد الدفسيريا، وبعد سنه لازم ياخد جرعه مقويه اسمها البوستر دوز. تاني حاجه مكتوبه عند حضراتكم كوليستريديوم تيتاناي. كوليستريديوم تيتاناي ده الفاكسين ضد الكوليستريديوم تيتاناي. كوليستريديوم تيتاناي دي مكتوبه عند حضراتكم بيقول كونتين تيتانوس توكسويد، اللي هو السم بتاع التيتانوس. اند جيفن تو ايفري ون، بيدي كل اي حد، بوث ايرلي ان لايف اند ليتر از بوستر. يعني بنديه في الاول، في اول العمر خالص، وبعد كده بنديه بعد كده عليه جرعات مقويه فور بروتكشن اجينست تيتنس، عشان يكون ضد التيتنس. التيتنس اللي هي عدوى السعار، ديت من ضمن الحاجات اللي هي بتاعت السعار. التيتنس ده مش بيجيب سعار بس، التيتنس ده اسم بكتيريا بيجيب اعراض كتيره قوي، بتجيب اعراض كتيره. التيتنس اللي هو هو اللي بعدها اللي هو البروتشيس ده فيها السعار. عايز بس دلوقتي التيتنس دي قربت على قد مستوانا حالا. التيتنس ده يا جماعه دي من ضمن الحاجات اللي مسببه للسعار، اللي هو لما واحد كلب يعضه، لما واحد كلب يعضه يا جماعه بنبص نلاقي ان اول ما الكلب يعض حد لو ما عالجناهاش كويس وما عملناش فيها هيلينج كويس، بنلاقيه بيطلع رجاوه من بقه، بيجي له تشنجات. التشنجات اللي بتيجي دي بتخلي دايما فكه كلينشيت كده مقفول، وبيكون راقد على السرير بيلاقي جسمه عمل قوس، رفع جزء من جسمه بيبقى جسمه راقد، هو راقد على السرير بيلاقي جسمه عمل كده، قال دماغه وادي رجليه، تلاقيه رفع لفوق من التشنجات اللي بتجيله، يعني جسمه تلاقيه بقى عامل كده من التشنجات اللي بتجيله التيتنس. ده اللي هو بيكون ايه؟ السعار. بعد كده مكتوب عند حضراتكم بورتليلا، اللي مكتوب عندكم الكلمه اللي بعدها اللي رقم ثلاثه، رقم ثلاثه اللي هي البروتليلا بروتيوس ليت الفاكسين. ده مكتوب عند حضراتكم اللي هي بروتيسس توكسويد. ده يا جماعه كل اللي عاوز تعرفوا الموضوع ده حاجه بتاع اسمها السعال الديكي، السعال الديكي الووبنج كاف. ده بيكون طفل بيكح كده كحه، دي اسمها كحه سعال ديكي ووبنج كاف، كحه بنفخه دي اسمها الووبنج كاف. ده انت بتعرف الطفل اصلا من الكحه بتاعته، الكحه بتاعت الوبن كاف اللي هي السعال الديكي بيكون كده اللي عمال يطلع زياده، دي اسمها الوبن كاف. بنديها اللي هو بتاع البروتيوسياس اللي هي مكتوبه عند حضراتكم ده توكسويد. يبقى احنا عندنا التوكسويد ثلاث حاجات، اول حاجه مكتوبه عندكم اللي هي بتاعت ديفيسيريا، ثاني حاجه بتاعت تيتنس، ثالث حاجه بتاع الوبن كاف. هيبقى هيجي لنا حالا كلمه وبن كاف هوريها لكم، بس دي اسم البكتيريا اللي بتعملها. بعد كده بيقول بيوريفايد بروتين فاكسين، جبنا بروتين والبروتين ده ذات نفسه، واحنا كنا قلنا هم اربع احتمالات لو فاكرين. كان الاحتمال الاول يا اما بولي ساكرايد، الثاني توكسويد، وبعد كده كيلد او ليف. في كمان واحد اسمه بروتين بيوريفايد بروتين. يعني ايه بيوريفايد بروتين؟ واحنا عارفين ان اكتر جزء انتيجينيك في البكتيريا هو البروتين، هنجيب جزء البروتين ده نحقنه عشان يحفز الجسم يصنع اجسام مضاده، فده بروتين منقى. يعني ايه كلمه بروتين منقى؟ متشال منه الحاجه اللي تجيب اعراض، انما ما زال قادر انه يعمل فيها مناعيه، يعني زيه زي التوكسويد كده.
بروتين ما يجيبش اعراض البكتيريا دي. المفروض البروتين ده لو حقنته مباشر من غير ما تنقيه يعمل اعراض المرض. لما احنا بننقيه بنخليه بيوريفاي، بنشيل منه الجزء المسؤول عن تكوين الاعراض، وده بيقول بيكون تو تايب. عندنا رقم واحد الاول يا اما اول حاجه اللي اسمها البروتساس فاكسين، الثانيه اسمها الباسيلس انثراكس فاكسين. بتاع البروتين ده كان اتنين، بتاع البروتين اول حاجه عندنا اسمها البروتساس والثانيه اسمها الباسيلس انثراكس. الباسيلس انثراكس الجمره الخبيثه، لو تسمعوا كلمه زي كده اسمها الجمره الخبيثه. لو قلنا الباسيلس انثراكس ماشي. رقم واحد بيكون عندنا تو تايب، تو تايب من الفاكسين اللي هو بتاع البروتيوسيس ده الاول. بيقول لي سيلولر فاكسين كونتيننج بيوريفايد بروتين، الفاكسين ده بيكون فيه بيوريفايد فاكسين، وفاكسين كونتين الهول كيلد بكتيريا. يعني ايه بقى؟ الفاكسين يا جماعه اللي احنا بنديه ضد البكتيريا ده ممكن يبقى منه نوعين اثنين، يا اما ندي البروتين المنقى يا اما ندي البكتيريا ككل ميته. فبيقول لك التطعيم ده منه نوعين، زي تو تايبز اوف فاكسين، في نوعين اثنين من الفاكسين، فاكسين كونتيننج بيوريفايد بروتين، فاكسين فيه بروتين بس مستخلص من البكتيريا ومنقى، اور فاكسين كونتيننج الهول كيلد بكتيريا، البكتيريا كلها ميته. يبقى النوع ده يا جماعه ممكن يبقى تحت ايه وتحت ايه؟ الكيلد بكتيريا وبتاع البروتين برضه ممكن يبقى موجود تحت بتاع الاثنين. ما ننساش النوع تبع التوكسويد برضه. تبع التوكسويد برضه اللي احنا قايلينه رقم ثلاثه. ما هو الرقم ده هو اللي احنا بنتكلم عنه حالا ده برضه اللي هو في التوكسويد. فهنا بيقول ذا فاكسين از انديكيتد فور افري تشايلد، ده بنديه لكل الاطفال از ا بروتكشن اجينست الوبن كاف. وبن كاف اللي هي بقى؟ السعال الديكي، السعال الديكي. It is usually given in combination with diphtheria وتيتنس. بنديه خليط مع بتاع الدفسيريا اللي هو رقم واحد في التوكسويد، وبتاع التيتنس اللي هو رقم اثنين في التوكسويد. ده يا جماعه لو حضراتكم تسمعوا عنه يقول لك التطعيم الثلاثي. التطعيم الثلاثي بتاع الاطفال هو ده بقى اللي هو اسمه الدي بي تي. الدي بي تي، الدي هي الدفسيريا والتي هي التيتنس والبي هي البروتسيس بتاعت الووبنج كف. ده التطعيم الثلاثي، بيسالك في الامتحان ويقول لك مما يتكون الدي بي تي. التطعيم الثلاثي ده اصلا بتاع مين؟ ده بتاع ديفثيريا وتيتنس ووبنج كف. تعالوا نبص بقى على الباسيلس انثراكس فاكسين. ده بيقول لي بيكون فيه كونتين بروتكتيف انتيجين. ايه البروتكتيف انتيجين ده؟ بروتكتيف انتيجين ده يا جماعه عباره عن الانتيجين بتاع الباسيلس انثراكس. ده اسمه، اسم الانتيجين بتاع الانثراكس اللي هي الباسيلس انثراكس بيكون اسمه بروتكتيف انتيجين، بس لازم يكون بيوريفايد يعني منقى. يعني اسم الانتيجين بتاع الباسيلس انثراكس ايه؟ بروتكتيف انتيجين. بنجيب ده وننقيه نخليه منقى، وبيتاخد لبيرسون هوز اوكيوبيشن اللي شغلهم بيخلوهم معرضين ان يجي لهم الباسيلس انثراكس ده، اللي هم مين؟ البوتشرز، الجزارين. ده يا جماعه مرض بيجي في الحيوانات كتير، فممكن الجزار بيتعدل من الحيوان، فاحنا بندي التلقيح ده اللي هو بتاع الباسيلس انثراكس للجزارين اللي هم الناس المعرضين ان هم يجي لهم باسيلس انثراكس، فبندي لهم الباسيلس انثراكس فاكسين. النوع اللي عليه الدور هو اللايف اتنيويتد بكتيريال فاكسين، ده معناه ايه؟ بكتيريا حيه بس عملنا لها حاجات خلاها بقت ضعيفه. مكتوب عند حضراتكم ذا فاكسين اجينست التيوبركلوزس، التطعيم ضد التيوبركلوزس. ايه التيوبركلوزس ده؟ مرض الضرر او السل بيجي فين؟ ايوه كده، بيجي في كل الجسم، واكتر حاجه بيفرق انه بيجي في كل الجسم. بيقول لي ده التطعيم اللي ضد التيوبركلوزس بيقول لي كونتين الايف اتنيويتد سترين اوف مايكوبكتيريوم بوفيس. مايكوبكتيريوم بوفيس ده نوع من انواع البكتيريا اللي بتجيب تيوبركلوزس. مش احنا كنا بنقول ان هم في منهم فصيله اسمها بوفاين وهيومن وافاين؟ ده البوفاين بتاع الحيوانات بقى اللي هو اسمه مايكوبكتيريوم بوفيس، اسمه البي سي جي. تطعيم السل اسمه البي سي جي، البي سي جي. In some countries recommended for children، بيقول لي في بعض الدول بنديه للاطفال اللي ممكن يجي لهم active tuberculosis اللي هي في الدول المتقدمة.
بيؤثر فيها التيوبركلوز زي الهند وغيره. انا عاوز خلينا تعرف لي ايه الفاكسين ضد التيوبركلوزز بيكون نوعه لايف اتينيويتد، ونوع البكتيريا اللي اتينيويتد فيه اسمها مايكوبكتيريوم بوفيس. تاني واحد بيقول لي وان اوف ذا فاكسين اجينست التايفويد فيفر، واحد من التطعيمات اللي ضد التايفويد فيفر. ايه التايفويد فيفر دي؟ اللي هي حمى التيفود، اللي هي بنسميها اسم كده عشان اقول في الامتحان بالاسم ده، اسمها انتريك فيفر، الحمى الداخليه السخونيه الداخليه اسمها انتريك فيفر. ولا تساعدك في حياتك في حاجه، الناس اللي بيكون عندهم سخونيه داخليه غالبا بنشك اول حاجه في مين؟ في التايفويد، ان يكون عنده تايفويد، لان اللي بيعمل سخونيه داخليه هو التايفويد فيفر. في حاجات تانية طبعا بس بنشك اول حاجه في التايفويد. بيبقى عباره عن لايف اتينيويتد سالمونيلا تايفي، اس تايفي اللي هي السالمونيلا تايفي. انا قبل ما هو ده كل الكلام ده مايكرو، كل الكلام ده مايكرو اسامي البكتيريا كلها. انا عاوز هنا اقارن بين حاجتين، بتاع التيوبركلوزس، بتاع التيوبركلوزس وبتاع التايفويد فيفر. بتاع التيوبركلوزس كانت البكتيريا مايكوبكتيريوم بوفيس، بتاع التايفويد فيفر كانت البكتيريا اسمها اس تايف، والاثنين كان لايف اتينيويتد بكتيريا. احنا ده اصلا بندي بكتيريا، بندي بكتيريا. بتاع التيوبركلوزس كان ليه اسم كده اسمه بي سي جي، البي سي جي ده بتاع التيوبركلوزس. تعالوا نكمل بتاع التايفويد فيفر. Indicated for person بنديه للأشخاص living or traveling in area، عايشين أو بيسافروا مناطق في high risk of typhoid fever. يعني في مناطق كده متأثر في typhoid fever، الناس اللي عايشة هناك أو اللي بتسافر هناك لازم بلاد الطعيم ده. And for person in close contact with either infected أو chronic carrier، يعني واحد عنده حمى تيفود مزمنة، واحد تاني هيتعامل معاه بقى، طعم اللي هيتعامل معاه ده، او واحد هو حامل للمرض بس مش ظاهر عليه اعراض، لازم نحصن كل اللي اتعامل معاه. انا بقول لك بنحصن الناس اللي عايشه او اللي بتسافر للاماكن اللي فيها تايفويد، فيها تايفويد فيفر، او الناس اللي هيتعاملوا مع مصابين التايفويد نفسه، دول لازم بندهم الفاكسين. انا عاوزك هنا تركز قوي على ان نوع التيوبركلوزس، الفاكسين بتاع التيوبركلوزس والفاكسين بتاع التايفويد فيفر بيبقى لايف اتينيويتد فاكسين. بتاع التيوبركلوزس مايكوبكتيريوم بوفيس، بتاع التايفويد كان سالمونيلا تايفي. تعالوا بقى نبص على بتاع الكيلد بكتيريا الفاكسين. لا عليه دور هناخد اللي هو الكيلد، احنا اتكلمنا على بوليساكرايد والتوكسايد والبروتين واللايف اتينيويتد، نبص على الكيلد بقى. التايفويد احيانا بيكون مزمن. بعد كده بيقول احنا عندنا الكيلد بكتيريا نوعين، يا فايبرو كوليرا يا اما البيستس، يا فايبرو كوليرا يا اما اليارسينيا بيستس. تعالوا نبص ده ايه وده ايه. اول حاجه الفايبرو كوليرا، هي ايه الفايبرو كوليرا دي؟ اللي بتجيب مرض الكوليرا. ايه مرض الكوليرا ده؟ ده مرض بيجي في افريقيا، في جنوب افريقيا، ده مرض مشهور قوي في افارقه اسمه مرض الكوليرا. بيقول الفايبرو كوليرا كونتين كيلد اورجانيزم، وبيتاخد في اشخاص اللي معرضين او اللي عايشين في اماكن فيها كوليرا. كل اللي عاوزين تعرفوا ان بتاع الفايبرو كوليرا نوع الفاكسين ده كيلد بس. تعالى بتاع البيستس بقى بيقول لي ده بيكون فيه كيلد اورجانيزم وانديكيتد فور بيرسون لهاي ريسك ان هو يجي لهم بليج. بليج ده اللي هو ايه؟ طاعون. بليج ده اللي هو الطاعون، ما عادش موجود المرض ده يا جماعه، اللي هو الموت الاسود، بلاك ديس، الموت الاسود كانوا بيسموا الطاعون كده زمان، البلاك ديس، الموت الاسود. لو تسمعوا افلام اجنبيه قديمه وكانوا بيلبسوا قناع ليه مناخير كبيره طالعه لقدام، ده كان فتره الطاعون، كانوا بيلبسوا القناع ده كده عشان ما يتعدوش. كان يقول لحضرتك ان البكتيريا اللي بتعمله اللي هي اسمها اليرسينيا بيستس دي كانت بتجيب البلينج. انا عاوز دلوقتي اعرف لي ايه؟ الفاكسين اجينست البلينج نوعه كيل، امال الفايبر كولر نوعه كيل، بتاع البيستس ده بيكون نوعه كيلد برضه. عايز تعرف مين الكيلد ومين اللايف اتينيويتد ومين البروتين ومين البوليساكرايد ومين التوكسويد. دول اهم حاجه تعرفوه من الاول، ده اساسي. وده كده بالنسبه لكل البرودكت اجينست ايه؟ اكتف اجينست بكتيريا. تعالوا بقى نبص الباسف. فاكرين الباسف ده كان ايه اللي بيحصل فيه؟ بندخل انتي بودي مصنعه اصلا، عشان كده بقول لحضراتكم انتي توكسين، حاجه مضاد للسم على طول، حاجه مضاد للسم اللي اسمها الاميون جلوبلين، بتستخدم هنا بقى تريتمنت
اور بريفنشن. بتاع الاكتف ده كان ايه؟ بريفنشن. الباسيف ممكن تبقى تريتمنت وبريفنشن، تريتمنت وبريفنشن. The following preparation are available. اللي هنتكلم عنه حالا ده كله يا جماعه ده عباره عن باسيف اميونيتي اجينست البكتيريا. هما بيكونوا ثلاثه: تيتانوس انتي توكسين، بوتولينيوم انتي توكسين، ديفثيريا انتي توكسين. الانتي توكسين ضد التيتانوس وضد البوتولينيوم وضد الديفثيريا. خد بالك دلوقتي ده احنا هندي واحد ما عندوش ولا واحد عنده؟ اثنين. ممكن ندي اثنين، يعني ممكن ندي واحد ما عندوش اصلا، ممكن ندي واحد عنده ده عشان نعالج بيه. فبقول اول حاجه اللي اسمه التيتانوس انتي توكسين. التيتانوس انتي توكسين بيستخدم في بعض حضراتكم يوزد ان تريتمنت اوف تيتانوس اند ان اتس بريفنشن، يعني عالج ويقي، كعلاج وكوقايه. ومين اللي كان اكتف اجينست التيتانوس؟ من اللي كان اكتف اجينست التيتانوس؟ تيتانوس مرض علينا فين من حاله التيتانوس ده؟ كان في التوكسويد صح؟ انهي واحده؟ كولستريديوم تيتاناي. ده ايه؟ اكتف. ده اكتف من ضمن النوع بتاع التوكسويد. يعني التيتانوس ممكن تبقى باكتف او باسيف. باكتف اللي هي بتاع التوكسويد، والباسيف اللي هو الانتي توكسين. ايه الفرق بينهم؟ امتى ادي ده؟ عشان احمي. امال امتى ادي الانتي توكسين؟ يا هحمي يا هعالج، بس لازم يكون في العلاج. الاساسي في العلاج. بيقول ده بيستخدم ان تريتمنت في العلاج بيكوز ذا جول از تو نيوترلايز اني انباوند توكسين. يعني ايه الكلمه دي بقى؟ دلوقتي يا جماعه ساعه ما واحد بيجي له البكتيريا اللي اسمها التيتاناي دي، البكتيريا تقوم جايه مطلعه سموم. السموم دي بتبقى انباوند، انباوند يعني مش ماسكه في حاجه، طالعه عماله تمشي، وطول ما هي ماشيه عماله تعمل اعراض. علاج التيتانوس لما بيحصل انك تحقن ماده تخفف السموم اللي مش ماسكه في حاجه دي. عشان كده بيقول في التريتمنت الهدف بتاعنا هو نيوترلايز اني انباوند توكسين. نيوترلايز معناه ايه بقى؟ نخفف، نعادل اي سم انباوند، يعني مش ماسك في حاجه. تو بريفنت ذا ديزيز فروم جيتنج وورس، عشان نحمي المرض ان اعراضه تسوء. يعني امتى اعراض المرض بتاع التيتانوس تظهر وتبقى اسوء واسوء؟ لما التوكسين يبقى باوند. عشان كده احنا بندي الانتي توكسين عشان يعادل ويخفف اي انباوند، عشان ما يخلاش تبقى باوند، وبالتالي الاعراض ما تزيدش. يكمل بعد كده ويقول ذا انتي توكسين شود بي جيفن برومتلي، معناها بيتاخد فورا. لازم يتاخد فورا. ده الحقنه اللي بتروح بعد عضه الكلب خدها في المستشفى. الحقنه دي تيتانوس انتي توكسين. ده اللي بتتاخد فورا بعد عضه الكلب، او لو دوست على مسمار او حته ازازه او اي حاجه ممكن تسبب عدوى في جسمك، بتروح مستشفى تاخد حقنه. الحقنه دي عباره عن التيتانوس انتي توكسين. هنا من اجل ايه يا جماعه؟ بريفنشن ولا تريتمنت؟ تريتمنت عشان تعالجك بقى. And further prevention. ما هتعالجك حالا وتحميك بعدين. لو ما تعالجش مش ليه؟ لو ما تعالجش لا لازم يتعالج. لا ما فيهاش احتمال. اصل احنا عارفين البكتيريا بتكون تيتانوس، فندي اللي ضدها بيموتها خلاص. بعد كده بيقول ان بريفنشن بقى. لو في الوقايه the antitoxin is given to inadequately immunized person. كلمة inadequately immunized person معناها شخص مناعته ضعيفة. شخص مناعته ضعيفة. With contaminated wound. مصاب بجرح dirty. يعني اتملى بكتيريا. وده اللي بيخلي أي حد يخش له مسمار، أو يخش في رجله خشبة، أو يخش في رجله حتة إزاز، يتعور أي تعويرة. لو واحد عنده سكر ومناعته ضعيفة لازم يجري على المستشفى ياخد دي. إذا مناعته كويسة مش شرط. إنما اللي مناعته ضعيفة لازم بيروح المستشفى بعد أي جرح ياخد الحقنة دي. عشان خاطر ما يجيلوش اختناق. بعد كده بيقول ذا انتي توكسين از ميد ان هيومن. مضاد السم ده بيتخلق في الانسان. ودي كلمه مهمه قوي قوي قوي. هنفرق بينها وبين اللي بعدها، لان اللي بعدها بيتصنع في الحيوانات، ده بيتصنع في الانسان. ازاي بيتصنع في الانسان؟ ده بيكون تجارب يا جماعه.
بنقوم جايبين الاول، خد بالك انا هعمل ايه، جايبين الاول التوكسايد حقنهم في الشخص، يقوم الجسم يطلع انتي بودي، ناخد الانتي بودي دي نحقنها في واحد تاني خالص. فهمتوا القصه ماشيه ازاي؟ احنا بنحقن واحد بالتوكسايد، هو راجل طلع انتي بودي، ناخد الانتي بودي دي نعمل بقى العلاج اللي هنحقن بيه الراجل اللي هنعالج بيه. عشان كده هو اتكون فين العلاج اصلا؟ جايبينه منين؟ الانسان. هو ميد انسايد الهيومن، بيتصنع جوه الانسان تو افويد هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. هو لما يكون من انسان لانسان الهايبر سنسيتيفيتي الالرجي هتكون اقل. بعد كده بيقول لحضراتكم في اكزامبل، او ده عباره عن اكزامبل للباسيف اكتيف اميونيتي. ويعني ايه كلمه باسيف اكتيف؟ ادي باسيف لفتره قصيره ثم يشتغل اكتيف لمده طويله. عشان انا سالتك حالا، هو بيعمل تريتمنت ولا بريفنشن؟ تريتمنت حالا وبريفنشن بعدين. عشان كده هو باسيف اكتيف. بيقول ذا توكسويد اند ذا انتي توكسين، التوكسويد والانتي توكسين الاثنين given at different site، بيتحقنوا في مكانين مختلفين. يعني بعمل ايه؟ باجي مثلا يا جماعه على التوكسويد احقنه هنا مثلا، واقوم جاي حاقن الانتي توكسين هنا. يعني حقنت في الجسم توكسويد وانتي توكسين بس المكانين مختلفين. ومين التوكسويد ده؟ بتاع الاكتيف. ومين الانتي توكسين؟ بتاع الباسيف. يعني شغلت الاثنين مع بعض. بيقول لي تو بريفنت ذا انتي توكسين فروم نيوتلايزنج التوكسويد. حد فاهم يعني الكلمه دي؟ مش عايز ترجمه بالعربي، انا عاوز احنا اقصد يوصف بها ايه. هو اصلا الانتي توكسين وظيفته ان هو يعمل نيوتراليزيشن لايه؟ للتوكسين. هو انت حالا مدي التوكسين ومدي اللي نيوتراليزيشن، حاجه وعكسها. ما ينفعش تدي الاثنين في نفس المكان، لازم ده في مكان وده في مكان. لانك لو اديت الانتي توكسين مع التوكسويد ده هيخفف ده. يعني مين يشتغل بس؟ لو ادينا الاثنين في نفس المكان، مين اللي يشتغل بس؟ الانتي توكسين، فيعمل حالا ما يحميش قدام. بص على رقم اثنين اللي اسمه البوتلينيوم. البوتلينيوم ده اكتر مرض بيجي لنا الطوارئ يوم شم الفسيخ. ده بتاع الفسيخ، ده تسمم الفسيخ. البوتلينيوم ده تسمم الفسيخ. احنا يوم شم النسيم بيجي تعليمات المستشفى املى قسم السموم بوتيليوم انتي توكسين. عبيلي قسم السموم في الجامعه كده ملهولي اللي هو البوتيليوم انتي توكسين ده، لان احنا عارفين يوم شم النسيم معظم الحالات اللي جايه لو جاي 100 حاله منهم 90 سموم فسيخ. دخلهم على طول على قسم السموم، يحقنوهم يظبطوا على طول. واللي يوزد ان تريتمنت اوف بوتيليزم. بوتيليزم ده معناه تسمم اكل اللحوم وتحديدا الفسيخ. اللي هي اللحوم بين قوسين المعفنه. ده تسمم اكل اللحوم المعفنه اللي هو الفسيخ يا جماعه. اللي بيحب الفسيخ انا اسف. بيكوز ذا انتي توكسين كان نيوترلايز الانباوند توكسين. نفس اللي كانوا قلناه فوق بالظبط، ان الانتي توكسين بيخفف ويعادل الانباوند توكسين عشان يمنع الديزيز فروم بريجنيشن. لازم تديه فورا. نفس الكلام اللي قلناه فوق، ان هو بيبقى نيوترلايز الانباوند فلازم تديه فورا. بص على الكلمه اللي بعدها بقى، كونتين انتي بودي اجينست البوتيلينيوم توكسين نوع اي وبي واي. مفيش فيها معلومه جديده يعني، هو اسمه بوتيلينيوم انتي توكسين، يبقى اكيد في الانتي توكسين ضد البوتيلينيوم. هو يعني قالها لك فوق في الكلمه بوتيلينيوم انتي توكسين، وجي في السطر الثاني قال لك انتي بودي ضد البوتيلينيوم. نفس الكلام بالظبط. انا عاوز اللي بعدها على طول بقى، الانتي توكسين ميد ان هورسز. يعني ده بيتصنع فين؟ في الخيول. عشان كده الهايبر سنسيتيفيتي بتبقى مشهوره. هنا بقى يبقى في هايبر سنسيتيفيتي، بيقولوا وبالتالي الهايبر سنسيتيفيتي ماي بي ا بروبلم. هنا ممكن يبقى هايبر سنسيتيفيتي. هو ايه ميزه التيتراس انتي توكسين؟ ان هو في جسم الانسان، فالهايبر سنسيتيفيتي مش موجوده. تعالوا نبص على رقم ثلاثه اللي اسمه ديفثيريا انتي توكسين. هذا اللي هو ديفثيريا انتي توكسين مكتوب عند حضراتكم، ده بيستخدم في التريتمنت اوف ديفثيريا. امال مين اللي بيستخدم في البريفنشن اوف ديفثيريا؟ لو قلت بريفنشن يبقى اكتف، لو قلت تريتمنت يبقى بس لحد ما تذاكر الاكتف. بس اللي هو ضد ديفثيريا اللي هو كان معاه اللي هو العلاج الثلاثي اللي هو كان الثلاث حاجات مع بعض، ده كان ضد ديفثيريا.
فطبعا حضراتكم بتقدر في علاج الدفسيريا، يبقى الدفسيريا الانتوكسين ده علاج، علاج علاج مش وقايه، ده علاج. ذا انتي توكسين كان نيوترلايز الانباوند توكسين عشان يمنع الديزيز فروم جيتنج وورس، وبالتالي الانتوكسين بيتاخد فورا. واضح ان ده حاجه ثابته في الثلاثه، ده الميكانيزم اصلا بتاع اي انتوكسين. اي انتي توكسين الميكانيزم بتاعه ان الحاجه الانتي توكسين تعمل نيوترلايزيشن للانباوند، فتخلي المرض ما يبقاش وورس، ما يبقاش اعنف، وبالتالي لازم يتاخد فورا. طبعا عند حضراتكم ذا انتي توكسين از ميد ان هورسز، برضه فين؟ في الخيول. يبقى انت عندك اثنين في الخيل وواحد في الانسان. مين اللي في الخيل؟ البوتلينيوم والديفسيريا. مين اللي في الانسان؟ التيتانوس انتي توكسين. وكده ده الاميونايزيشن اجينست البكتيريا سيان اكتف او سيان باسيف. بس اول قلت لكم بتاع الباسيف بقى، الباسيف ثلاثه، رقم واحد تيتانوس، رقم اثنين البوتلينيوم، رقم اربعه يبقى او ثلاثه يبقى الديفسيريا. ده كده بالنسبه للاميونايزيشن اجينست بكتيريا انفكشن، ازاي بيبقى اكتف وازاي بيبقى باسيف. وانا فهمت الحاجه بقى، ايه الفرق بين الاكتف والباسيف كعلاج وكوقايه؟ الاكتف ده بتاع وقايه، الباسيف ده بتاع علاج. ولو لقيت الاثنين مع بعض باسيف اكتف، علاج فوري ووقايه بعدين، تعالج حالا ووقايه بعدين. ده بالنسبه للبكتيريال انتي توكسين. ولو واحد جاي لنا يا جماعه معضوض عضة كلب، معضوض عضة كلب، متوقعين انا ممكن اعمل له ايه؟ هو بالمناسبه التيتانوس ده مش شرط بتاع عضة الكلب بس، عشان بس عشان اتلخبطوا في حاجه. التيتانوس ده اللي هو مسمار او اي حاجه دخلت الجلد، يعني اللي هو مسمار، بنوره، حته خشبه، حاجه دخلت من الجلد، اللي هو اي عدوى، جرح مفتوح. عشان حالا بتاع السعار هنقول عليه الريبس، تمام؟ فانا عايز اصومك عن بعض خالص بقى. مسمار دخل في رجلك، بنور دخلت في رجلك، حته خشبه، اي جرح بحاجه ملوثه ممكن يعمل التيتانوس. خلينا مثبتينها كده، انفكتد ووند بيساوي تيتانوس، انفكتد ووند بيساوي تيتانوس. اكتبها عندك يلا، انفكتد ووند او ديرتي ووند بيساوي تيتانوس. تعالوا نبص على الفيرال فاكسين بقى. الفيرال فاكسين بيقول لي بيكوز فيو دراجز ار يوزفول اجينست الفيرال انفكشن، ادويه قليله قوي بتكون بتنفع ضد عدوى الفيروس. بريفنشن اوف انفكشن باي ذا يوز اوف فاكسين از فيري امبورتنت. يعني هو عاوز يقول لك ايه؟ عاوز يقول لك خد بالك ان لو واحد جاله عدوى فيروسيه علاجه هيكون صعب. ليه علاجه صعب؟ عشان الادويه ضد الفيروس قليله. فانت من الاول اعمل ايه؟ ادي الفاكسين اللي يخليه اصلا ما يجيلوش المرض ده. Prevention of the viral disease، الوقايه ضد الامراض اللي هي الفيرال، can be achieved by using vaccine اللي بتعمل active immunization او تدي pre-performed او pre-formed antibody اللي بتعمل باسيف. يعني هو برضه عاوز يقول لك ان الفيرال بيكون يا اكتف يا باسيف، ما زودش اي كلمه كبيره خالص. تعالوا نبص على الاكتف الاول وبعد كده نبص على الباسيف. بالنسبه للاكتف، الاكتف ده معناه ايه بقى؟ هو اللي بيخلي الجسم نفسه يطلع انتي بودي زي بتاع الكورونا كده. بتاع الكورونا احنا بنتكلم عن الفيروس اهو، بتاع الكورونا بيخلي الجسم يطلع انتي بودي. فلما حد يجي له، خدوا بالكم عشان قلت الكلمه دي برضه ليه، اللي بياخد لقاح الكورونا مش معناها ان بقى محصن انه ما يجيلوش كورونا، لا بتيجي لو ما حفظتش بتيجي، بس الميزه انها بتيجي باعراض خفيفه، انها بتيجي عالي خالص. هي فكره اللقاح بتاع كورونا ايه؟ اكتف اميونايزيشن، اللي هو ايه بقى؟ بنحقن حاجه مستخلصه من الفيروس ده، فنخلي الجسم يصنع انتي بودي. ولما الجسم يصنع انتي بودي يجي الكورونا تخش المره الثانيه تلاقي الانتي بودي موجوده تحاربها، بس بتجيب اعراض خفيفه. مفيش حاجه اسمها انا خدت اللقاح اللي هو انا ماشي ارض نهدم عليه قدي وماشي بقى اللي هو ايه وسعوا لي كده، انت عندك كورونا تعالى تنفس بقي ولا تعالى انا فاكسينيتد. يعني ايه فاكسينيتد يعني؟ ولو واحد جاله كورونا وخلف ياخد بياخدوا جرعه واحده بس، ياخد جرعه واحده بوستر دوز، جرعه منشطه. اللي بيكون عنده كورونا يا جماعه وعايز ياخد الاسترازينيكا اللي هو اللقاح بتاع الكورونا بيتاخد جرعه واحده، الاسترازينيكا بتاخد جرعتين، جرعه وبعد ثلاث شهور الجرعه الثانيه. الا لو واحد اصلا كان جاله كورونا قبل كده بياخد جرعه واحده بس، لان جاله كورونا قبل كده هو اصلا مش محتاج تاخد لقاح. ده انت كان عندك الفيروس بغالي قدره فجسمك بيتكون ضده اجسام مضاده، كان عندك الراس الكبيره
فالجسم كون انتي بودي اصلا. تاخد بوستر دوز جرعه منشطه جرعه واحده بس، تخلي جسمك خلاص يرشح كل الانتي بودي اللي فيه ويزود الانتي بودي، ما انتش محتاج تاخد تاني اصلا. بالنسبه للاكتيف اميونيتي يا جماعه عند حضراتكم في 3 تايبز اوف فاكسين اللي بتعمل اكتيف اميونيتي. عندنا 3 انواع: زوز كونتين اللايف فيروس، نوع بيكون فيه الفيروس هو حي. طبعا عند حضراتكم هوز باثوجينيسيتي هاز بين اتنيويتد، يعني ايه بقى؟ الفيروس حي بس خلناه ضعيف. رقم 2 التحصينات اللي كونتين كيلد فيروس، بعد كده بيقول واللي كونتين بارت اوف فيروس. يعني احنا عندنا هنا بنتكلم عن الاكتيف بتاع الفيروس بيكون ثلاث حاجات، يا اما ليفنج اتنيويتد، يا اما كيلد، يا اما جزء من الفيروس. ده الثلاث انواع اللي موجودين عندنا. such as هيباتيتس بي فاكسين، زي مثلا الفاكسين ضد هيباتيتس بي. هيباتيتس بي ده مشهور قوي في بسبب الاكل من بره. هيباتيتس بي اللي هو الفيروس، فيروس بي اللي بيجي في الكبد. هيباتيتس بي ده بيكون عباره عن بيوريفايد فايرال بروتين وبيبقى اسمه سب يونت فاكسين. وعاوز اقول لك هنا ايه بقى؟ عندنا الاكتف بتاع الفيروس، الاكتف ايميونايزيشن اجينست الفيروس، كان نوع يا اما كيلد يا اما ليفنج يا اما بارت. الجزء اللي هو بارت ده بقى جاب لك مثال منه اللي هو الفيروس بي فاكسين. اخدنا جزء من الفيروس بي اللي هو ايه؟ جزء البروتين بتاعه اللي احنا سميناه سب يونت فاكسين. يعني ايه سب يونت فاكسين بقى؟ اسمع الجمله ده، سب يونت فاكسين معناه خدت جزء وحقنته، عشان كده سميناه سب يونت، خدت حته وحقنتها. هو انت خدت ايه من الفيروس بي؟ البروتين بتاعه. عشان كده اي جزء يا جماعه عباره عن، او اي فاكسين عباره عن جزء من حاجه اسمه سب يونت فاكسين. مش شرط ده بس، كلمه سب يونت فاكسين معناها اللقاح عباره عن جزء من الفيروس، جزء من البكتيريا، يبقى يعني جزء من الحاجه بنسميه سب يونت فاكسين. وليز فيتشرز اوف سب يونت فاكسين اللي هي مميزات سب يونت فاكسين ده بتبقى شبه الكيلد فاكسين بالظبط. بيكوز نو فايرال ريبليكيشن اوكير، مفيش نشاط للفيروس. يعني انت لما تاخد جزء من الفيروس كانك حقنت فيروس ميت، لان في كلا الحالتين لا في اعراض ولا في فيروس هيحصل له بروليفريشن، ما عادش موجود خالص. بس الفكره كلها مفيش اعراض، امال في ايه؟ اميون ريسبونس، في استجابه مناعيه تخلي الفيروس ما يجيلكش بعد كده. هنا بيقول لحضراتكم بقى اللايف فاكسين ار بريفيرد تو فاكسين كونتيننج كيلد فيروس. يعني مين احسن من مين؟ بيقول اللايف ار بريفيرد عن الكيل. واحنا قلنا كام نوع عندنا؟ الخص الموضوع كده كام نوع؟ ثلاثه، اما لايف يا اما كيل يا اما جزء. الجزء ده بنسميه سب يونت فاكسين، زي بتاع مين؟ فيروس بي. ومين احسن من مين؟ بص اول حاجه بيقول السبب بقى زير بروتكشن از جريتر اند لونجر لاستنج، وقايته اقوى وبيستمر فتره طويله. تاني حاجه with live vaccine، لو الفاكسين اللي هو الفيروس عايش، the virus multiply in the host. لغايه دلوقتي انت كارثه. يعني ايه الفيروس multiply دي؟ يعني الفيروس يكتر ويعمل له اعراض، ما دي حاجه وحشه. كمل، بيقول لي the virus multiply in the host يعمل prolonged antigenic stimulus، يعني يفضل antigenic فتره طويله، فالجسم يفضل طول الفتره دي يصنع انتي بودي. انا عمال اعمل تحفيز بالانتيجينيك، فالجسم يفضل يطلع انتي بودي انتي بودي انتي بودي من النوع ايه؟ اي جي اي واي جي ام واي جي جي، ثلاث انواع اي وام وجي. الكتد وينز فاكسين از ادمنستريتد، بيقول لي بتحفزهم لما نحقن الفاكسين باي ذا ناتشورال روت اوف انفكشن. يعني لما ندي الفاكسين بنفس الطريقه اللي بتخش بيها العدوى. يعني ايه؟ بص المثال كده، البوليو، بوليو فاكسين. بوليو ده البوليو مايلايتس، شلل الاطفال. بوليو اللي هو شلل الاطفال، شلل الاطفال ده يا جماعه بيخش الجسم عن طريق الاورال كافيتي، تمام؟ يبقى انا البوليو ده عباره عن فيروس بيخش الجسم عن طريق الاورال كافيتي، عن طريق الماوس، فيعمل مرض شلل الاطفال. بيقول لك لو اديت التحصين بنفس الطريقه اللي بيخش بيها البكتيريا بتحفز مناعه الجسم قوي انها تكون اجسام مرضى فترات طويله من النوع اي جي اي واي جي ام واي جي جي. يعني من الاخر شوف المرض بيخش ازاي وادي التحصين زيه. انا بقول لك اهو البوليو بيخش عن طريق الماوس،
يبقى التحصين ازاي؟ اورا. شفتوا حضراتكم الاطفال الصغيرين لما يمسكوا اقرب نقط ويحقنوها بقهم؟ ده بتاع شلل الاطفال. لما يكون الطفل بيتحصن وهو صغير بالنقط، ده بتاع شلل الاطفال. ليه بنديها اورا بقى؟ عشان البوليو بيخش اورا. ماشي، كمل برضو. يعني ايه الليفنج؟ بيفضل يعمل انتيجينيك ستيمولس فتره طويله، فيخلي الجسم يصنع انتي بودي لفتره طويله، بس بشرط ان لازم يكون داخل بنفس مسار العدوى بتخش، فيصنع اي جي اي وام وجي. على النقيض بقى الكيلد فاكسين بقى، لما يكون الكيلد فاكسين، الكيلد فاكسين بيقول لي نتكلم على النقيض بقى. الكيلد فاكسين بيبقى يوجوالي جيفنج انترا ماسكولار. يعني انت لو هتدي ليفنج تديه، ما اسمعش حد يقول لي اورا، بتديه مع مسار العدوى ايا كان مسارها ايه. انما لو الكيلد هتديه انترا ماسكولار، بيقول الكيلد بيتاخد انترا ماسكولار، وبالتالي ما بيحفزش الاي جي اي اصلا، ملوش تحفيز على الاي جي اي. مكتوب بعدها الكيلد فاكسين دونت ستيمولييت السيتوتوكسيك تي سيل، ولا بيحفز التي سيل اللي هي التي سي، لان الفيروس في الفاكسين بيكون اكسترا سيلولار. وعايز لما كنا حاجه بقى افهمك انا حاجه. السؤال الاول، احنا مدينه حي، ازاي مدينه حي ومش خايفين ان هو يعمل اعراض؟ عشان هو ما اسموش ليفد بس، ما اسموش لايف بس، اسمه لايف اتينيويتد، حي وضعيف. ده اول حاجه ما يعملش اعراض. امال الكلد بقى؟ الكلد مشكلته في الاتي، انك لازم عشان تدي كلد تحقنه في العضله، وانت لما بتحقن حاجه في العضله الجسم ما بيصنعش الانتي بودي اللي اسمه الاي جي اي، ولما انت حقنت في العضله اللقاح ده بيكون بره الخلايا. فاكرين مين الخليه اللي تاكل خليه؟ تي سي. بشرط ان تكون العدوى جوه الخليه. هنا بيقول لك انت لما تحقن انترا ماسكولار اللقاح والفيروس هيكون بره الخليه، هل هحفز التي سي؟ لا. يعني ببساطه شديده جدا، ازاي بندي الليفر؟ حسب المسار. ازاي بندي الكلد؟ انترا ماسكولار. الليف بيحفز اي جي ام وجي ومعاك ايه كمان؟ امال الكلد بيحفز ام وجي، ملوش دعوه بالاي ولا يحفز تي سي. بعد كده بيقول الزول لايف فاكسين ستيميليت الونج لاستنج ريسبونس، على الرغم من ان الليف ده بيعمل استجابه مناعيه لفتره طويله، بوستر دوز ار ناو ريكومندد. يعني ايه بوستر دوز؟ جرعات منشطه. المفروض يا جماعه لما بناخد اللقاح، اللقاح بيقعد معاك فتره طويله قوي، بيكمل معاك فتره طويله. ولكن حاليا قلنا مع مرضين اثنين، الميسلز والبوليو. يعني ايه ميسلز؟ حصبه الالماني اسمها الحصبه، مرض الحصبة ورا بيجي الأطفال، والبوليو اللي هو شلل الأطفال. مع دول هنعمل مدي الفاكسين الليف بيبقى فترة طويلة قوي، ولكن لازم بندي بوستر دوز برضه اللي هي جرعات منشطة. وده بالنسبة للأكتيف إميونيتي أجينست فايروس. تعالوا بقى ناخد الباسيف أجينست الفايروس. الباسيف أجينست الفايروس شابتر تقيل، شابتر تقيل، شطر من الشباب اللي تقيله في الوسط. بالنسبه للباسف، الباسف ده هتلاقي معظم الكلام اللي فيه هو الاول لازم يعني ايه؟ انتوا عارفين الكتاب عشان يحس ان هو عامل بلك منهج بيعمل ايه دايما؟ كوبي وبيست، كوبي وبيست. هتلاقي اول اربع سطور بيتكلم عن الباسف والباسف اكتف تاني. ويعني ايه باسف؟ بحقن بريفورمن. يعني ايه باسف اكتف؟ بحقن بريفورمن مع التوكسول عشان خاطر الاثنين يشتغلوا مع بعض، واحد حمايه فوريه اللي هو البرفورمد، وواحد لقدام اللي هو التوكسول. ده الكلام اللي هو مكتوب بالظبط. خش بقى من الاول، ذا فولوينج بريباريشن ار افيلابل. مين بتوع الباسف؟ بتوع الباسف هو الريبس والهيباتايتس بي. ريبس طبعا حضراتكم ريبس اميون جلوبلين، واحنا قلنا اي باسف كنا بنطلق عليه اسم ده اسمه اميون جلوبلين. بيقول لك ريبس اميون جلوبلين اللي هو الار اي جي، ار اي جي از يوزد ان بريفنشن اوف ريبس، بيستخدم في الوقايه من السعار. هو ماي هاف في البيبل هو ماي هاف بين اكسبوز تو ذا فيروس، للناس اللي ممكن يكونوا تم تعرضهم للفيروس. اللي هم مين دول؟ اللي هم معطوب بالكلب،
اللي هو معضود من كلب. It's administrated by injection. بصوا احنا بنعمل ايه يا جماعه في ده؟ احنا بنعمل الاتي. ايه معنى الحقنه اللي هي بتاعت الريبس اميونو جلوبولين والجرح قدامنا اهو لنفسكم. اي مريض جاي معضود عض الكلب ما تبقاش زي اللي عضه. ما تخدش الجرح عشان لو خدت الجرح الدنيا باظت شهر ويموت. لما واحد يكون كلب عضه اول حاجه بتعملها بتجيب الريبس اميون جلوبولين في سرنجه وتحط على قد ما تقدر في الجرح مباشر. يعني تحقن الحاجه دي على الجرح مباشر، تعبي الجرح من الاخر، تملاه بالتطعيم ده والباقي احقنه له. حط على الجرح واحقن. تاني من الاول؟ من الاول قال حته تبقى زي العض ولا بعدها؟ من الاول العض. اول ما واحد كلبه بيعضه يا جماعه، اول ما واحد كلبه بيعضه المفروض ان هو عض الكلب يقوم جاي لافف البشاش وجاي بطاله جاي المستشفى. النص كم يوم جاي بخيط يا نهار ابيض جرح كبير اقفل. يقوم جاي قافل الجرح. قفلت الجرح دي كارثه. ليه؟ انك قفلت الجرح والبكتيريا موجوده. والبكتيريا دي بعد شويه تقوم جايه داخله على الدم وداخله عامله موت في الانسجه وعامله موت كامل، توكسيميا كامله وسيبسيميا كامله، يموت الشخص مع الشخص. ليه؟ نفس عدد الديفنس؟ يعني بالظبط شبهها كده بالظبط. يجي بعد كده يقول لك ساعة ما يكون في عض الكلب وجاي المفروض ما تخيطش، أمال أعمل إيه؟ بتروح قسم السموم تجيب الترياق أو المصل اللي هو ضد الريبس وعلى قد ما تقدر في الجرح احقن فيه. وبعد كده بتقوم جاي منظفه، يعني أنت الأول بتنظفه بالصلاير محلول ملح وتقعد تنظف الجرح. أنا زي ما بقول نظفت قوي، تنظف وتنظف 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 وبعد تحقن المادة اللي هي الترياق اللي هو المصل ده وتلف له الجرح ويروح. ما مخدتوش انا لفيت له بش وروح. وبيجي يتابع معاك كل فتره بيجي يغير على الجرح لحد ما تلاقي الجرح بدا تبص ان هو ما عادش فيه احمرار، الجرح ما فيهوش عدوى، تخيط بقى ساعتها. يعني احنا ما بنقفلش الجرح الا اذا اتاكدنا ان ما عادش فيه عدوى خالص. مكتوب عند حضراتكم بيقول It is administrated by injecting as much RIG as possible. احقن كم من المصل ده على قد ما تقدر. فين بقى؟ انتو ذا تيشو ات ذا بايت سايد، في النسيج عند مكان العضه. اند ذا ريمايندر از جيفنج انتراماسكولار، والباقي دي انتراماسكولار. يعني انت الاول بتحقن على نسيج العضه، بعد كده ادي انتراماسكولار. فاكسين كونتيننج الكيلد ريبس فيروس، الفاكسين ده بيكون فيه كيلد ريبس ميد ان هيومن، بيتصنع في الانسان. ومين اللي كنا صنعناه في الحيوان؟ الليبسيريا والبوتولينيوم. انما التيتانوس كان اتصنع في الانسان. افتكر ان الاثنين اللي بيتصنعوا في الانسان اللي زي بعض، التيتانوس والريبس. التيتانوس والريبس اللي زي بعض صنعوا في الانسان. دايبلويد سيل اللي هي الخلايا الجسديه بتاعته. كلمه دايبلويد سيل اللي هي الخلايا اللي فيها 44 زائد اكس اكس او 44 زائد اكس، والخلايا الثنائيه يعني. شود بي جيفنج. خد بالك انا اديت العلاج ده ايه؟ انتراماسكولار. ليه انتراماسكولار؟ اشمعنى انتراماسكولار؟ عشان انا قايل لك في الصفحه اللي قبلها ان الكلد بيتاخد انتراماسكولار، وده كلد بيتاخد انتراماسكولار. الار اي جي اند ذا فاكسين شود بي جيفنج. خدت بالكم من حاجه؟ بيقول لي الفاكسين والار اي جي، والار اي جي ده اللي هو ايه؟ الار اي جي ده اللي احنا قلنا عنه حالا بس. امال الفاكسين ده اللي هو ايه؟ الاكتف. بدي الاثنين، بدي التوكسيد والانتوكسين، بدي التوكسيد والانتوكسين. في الحاله دي فاكرين لما كنا بنقول بنحقن واحد في ناحيه والتاني في الناحيه الثانيه، نحقن الانتي توكسين ليه؟ عشان علاج فوري. يبقى اللي بحقنه في الجرح ده بيكون انتي توكسين. امال اللي بحقنه في العضله ده بيكون فاكسين للحمايه قدام، اللي هو الكيلد اللي هو الاكتف بقى. بالنسبه للهيباتايتس بي اميونو جلوبولين اللي هو اسمه الاتش بي اي جي، هيباتايتس بي اميونو جلوبولين اللي بيستخدم في الوقايه من هيباتايتس بي. بيقول لي ان بيبول هو ماي هاف بين اكسبوز تو الفيروس، للناس اللي ممكن تعرضهم للفيروس. زي مين؟ زي مين؟ زينا.
احنا يا جماعه دكاتره احنا بنعرض للفيروس ده كتير. ايزر باي نيدل ستيك سرنجه، سن السرنجه دخل في ايدك، اور از ان يونيت بورن اوف مذر هو از ا كارير اوف اتش بي في، يعني ام عندها هباتيتس بي خلفت عيل لازم نديله الهباتيتس بي فاكسين. احنا يا جماعه اكتر ناس معرضين لفيروس سي والفيروس بي وللايدز والاي مرض بيتنقل باي طريقه. اكتر ناس معرضين ليه هم الدكاتره. ليه؟ تلف الوش، تلف الوش. خد بالك بقى، مريض الكبد اللي عنده هباتيتس بي او هباتيتس سي او اللي عنده الايدز، لو انت قمت جاي ساحب السرنجه وانت بتسحبها السن بتاعها دخل في الدم بتاعك، كونجراتوليشن يو هاف ذا ديزيز، عندك المرض يا سيد الفاضل. عشان كده وانت بتحقن في مريض الكبد بتحطه زي الحقن، صح؟ احقن زي ما انت عاوز، بس لما تطلع الحقنه ما تبقاش شملول وماسك لي الغطا في ايدك وعمالين نلضم ابره في خيط، مش بنقعد ننشن احنا. انت حقنت سرنجه الغطا على الارض اهو مرمي، وبالسن تقوم جاي رايح على الغطا وشايله وقافل السرنج ورايح حاططها في الباسكت بتاع السرنجات، ما لقاكش بقى ماسك لي في الطوارئ ماسك الغطا والسرنجه وبنوض واحد. ناس بتعملها كده تبص لها لسه ما دخلتش في الغطا، دخلت في اللي ماسك الغطا في ايدك اليمين او الشمال. في مره من المرات في